الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا ينصره ويعلي خطاه يعلي يثبت التنسيق. خلينا في التنسيق، خلينا في يعني التنسيق. لا السياسة الأول هو الرئيس بشرة خير، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعله بشرة خير على مصر، يجعله بشرة خير على مصر عبد الفتاح السيسي منصور وحميه وخليه وخلي لأولاده يظبط يخلي التنسيق. العرب جاي وحش، العرب جاي وحش، العرب جاي وحش يا ريس، العرب جاي وحش، جاي الأدب وحش والبول حياة وال... ما تستنى ما تستغلطنيش. العرب وحش، العرب وحش، الأدب فيه وحش والحياة والنحو وحش. وانا حالتي كرب، ما فيش تاني فلوس احطها لتعليم تاني. انا مريضة كبد، مريضة كبد والله، والله مريضة كبد، بس عايزة اعلم بنتي في ثالثة تجارة القاهرة، والولد ما فيش غيره، بنتي وولدي معي، عايزة اعلمهم، عايزة اعلم الولد. لا هو الاهم، هو الاهم الرئيس، الرئيس. انا جيت من البلد انتخبت مخصوص، رحت اعمل دعاية في البلد للناس اللي هم مش فاهمين السعر. والتذكرة جيت التذكرة اهي، جيت مخصوص والله يا بنتي، جيت مخصوص عشان انا بحب الرئيس، بحب رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيه، تحيا مصر. هي جايه من الصعيد عشان انتخب، قالوا له بتاعتك على مصر الفاروق عمر، ورحت انتخبته وجيت. كانت عندي غيبوبة كبد في البلد وفقت وجيت منه. طب انت لسه ما شفتش يعني ابنك حل ازاي؟ يعني حل شفته فيه، شفته على الباب بيرجع. كلمتيه على الباب؟ كلمته بيرجع، وقال لك ايه؟ قال لي النحو وحش والادب وحش، ما حلوش، ما حل يعني، ما وحش، ما عرفش يحل. فانا مش عارفه اعمل ايه، مش عارف. بس عاش مين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي عاش مين؟ ابني اسمه معاذ محمد علي ابراهيم. بس مش قادر اعلم ثاني خلاص. انا مش عارفه اقول لك انا عملت ايه عشان الدروس. ان شاء الله ربنا يوفقك. اخرت علاجي وسنه ما حللتش. عندي التهاب في الكبد.